السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. إن شاء الله نبدأ معاكم الحلقة الثالثة من حل معادلات نماذج البوكلت، ماشيين بالترتيب زي ما قلنا. الحلقة الأولانية بدأنا ببوكلت دور تاني 2019 اللي هو بقى في شهر 8 أو أغسطس يعني، خلاص. والحلقة التانية نزلت اللي هي الدور الاول 2019، وما زلنا بنقول في المعادلات. مستر مصطفى رجب خبير الكيمياء يحييكم مدينة دمياط الجديدة، ونبدأ البوكلت الثالث ان شاء الله كمعادلات، عشان برضو ما حدش يقول ان ده مش بوكلت، كمعادلات، لان بأسسكم الوقت في المعادلات عشان نبدأ ننطلق بعد كده في المسائل، وبعد كده نكمل الاساسيات. النهاردة ان شاء الله عندي البوكلت الثالث اللي هو دور اول 2018، يبقى ده رقم 3 في البوكلت عشان نعرف احنا ماشيين ازاي. وقلنا معادلات عشان الناس اللي بتشوفنا اول مرة ما تستغربش الطريقة اللي احنا ماشيين بيها. نبدأ على طول عشان الوقت. بيقول لي وضح بالمعادلات السؤال اللي هو التالت، طبعا دي صفحة 71، بنتابع مع بعض عشان ما ندوخش بعض كده. 71 في كتاب الامتحان، خلاص، اللي هي نماذج البوكلت اللي موجودة بتاعت الوزارة. بيقول لي السؤال وضح بالمعادلات التفاعل الحادث عند شحن مرقم الرصاص. مرقم الرصاص ده هو أول ما أبدأ بيه ونقول شحن. عملناه في البوكلت اللي قبل كده كان تفريغ. التفريغ كنا بنبدأ بالرصاص، طب الشحن بنبدأ من الطرف الآخر. لو فاكرين كنا عاملين سهم ذهابا وسهم إيابا، خلاص. كان قبل كده المرة دي الشحن، خلاص الشحن ده اللي هنبدأ بيه حالا، والمنظر قدامي اهو السهم كده هكتب عليه شحن، خلاص، تفريغ اللي جه في بوكلت قبل كده. طب الشحن بنطلع النواتج اللي هو كبريتات الرصاص بي اس او 4، بناخد منها 2، خلاص، زائد ميه، جزيئين ميه زائد جزيئين ميه. لو انتوا فاكرين في البوكلت اللي فات دي كانت النواتج، طب المتفاعلات بقت نواتج رصاص وثاني اكسيد الرصاص. ركزوا معايا كده، اللي ذاكر وبص معايا واشتغل المره اللي فاتت فاهم انا بعمل ايه الوقت. طب اللي ما شافهاش بالراحه خلاص برضو كده نشوف، ده رصاص ثاني اكسيد الرصاص، اربع ايونات او اربع جزيئات هيدروجين، خلاص. طبعا هنا عاملينها جزيئات مش هنعمل بقى ايونات، زائد اتنين زائد اتنين SO4، خلاص. احنا قلنا اربعة ليه؟ لان بصوا كل المنظر ده هنا الاربعة هتبقى الاربع ايونات هيدروجين، يبقى الاربعة دول بتيجي مع جزيء الاكسجين اللي هنا، خلاص. الاربعة هيدروجين بيحتاجوا اتنين اكسجين عشان يدوني المي، خلاص. بعد كده الرصاص والرصاص مع بعض مع كبريتات بتديني كبريتات الرصاص. خدوا بالكم انا كنت احط هنا 2 غلط، نركز كده لان برضو لازم الانسان يكون فاطن كده ونبص واحنا بنكتب. يبقى ده اول حاجه كان اسمها بيقول لي التفاعل الحادث عند شحن مرقم الرصاص. مرقم الرصاص الشحن بس، خلاص. لكن لو قال لي التفاعل الكلي بنعكسها، بنبدا من هنا وبنعمل رايح جاي كده اللي هي انعكاسيه. طيب 2 التفاعل الكلي في خليه صدأ الحديد، يبقى ديت رقم كام؟ 3 اولا او الف 3 باء، نمشي بالترتيب كده. بيقول لي تفاعل الصدأ الحديد الكلي، خلاص، او التفاعل الكلي في خليه صدأ الحديد. طبعا ده هي مكونات الصدأ، حديد زائد، ركزوا اول كده معايا المكونات زائد ميه زائد مين؟ زائد اكسجين. الكلام ده خدناه في السنوات اللي فاتت كلها. تاني شوفوا كده صدأ الحديد، ايه حكايه صدأ الحديد؟ بنفهمها ازاي؟ ما احنا عايزين تكات مخ كده مع الكلام عشان نبقى شاطرين. صدأ الحديد هو عاوز التفاعل الكلي لصدأ الحديد. صدأ الحديد تكون نسبه من الاكسجين على الحديد، خلاص. طب اعملها ازاي وافكر فيها ازاي؟ مكونات الصدأ المعدن نفسه هو قال حديد، خلاص، ميه ميه، والهواء بما يحتويه منين؟ من اكسجين. طيب المنظر عندي هنا بقى هناخد 2 حديد، هناخد 3 ميه، وهناخد 3 على 2
اهتوا اشمعنى؟ يعني ايه 3 على 2؟ لو انتم ملاحظين 3 على 2 يعني عبارة الصا فيها ايه؟ 3 اكسجين. تاني اقولها تاني، 3 على 2 من اهتوا يعني معناها 3 ذرات ايه؟ اكسجين. اشمعنى 3 ذرات اكسجين؟ لان انا هنا الصدأ الحديد عندي، بصوا كده الناتج بتاعها هيدروكسيد ايه؟ الحديد، ها وفاكرينه اللي هو 3 هنا، وكنا بناخد 2 لما نيجي نسخنه. احنا لو بصينا الوقت 2 حديد صح، هتقول يا مستر انت هتعد برضه؟ لا مش هعد، باكد لكم بس الكلام. 3 ميه يعني ايه 3 ميه؟ اهي H2O و H2O و H2O. طب ما توضح بقى كلامك كده يا مستر، عايز تقول ايه؟ المنظر اللي قدامي عندي هنا الوقت التلاتة او، ها واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، خلاص. يبقى في الحالة ديت الاتنين في تلاتة بستة، ستة ايه؟ او اتش، ستة او اتش، خلاص. يبقى ده الخلية او التفاعل الكلي في خلية صدأ ايه؟ الحديد. نركز، معلومات بصراحة مهمة، خلاص. طيب تعالوا كده بعد كده، رقم كام؟ رقم 13. رقم 13 قلنا احنا بس مرقمين، ونبص مع بعض كده يعني بنعمل معادلات. ما زلت باكد تاني، يعني هتقول المستر كل شويه يقولها اه، عشان ما فيش حد يقول ده المستر معدي بوكلت بيسيب دول ليه. احنا قلنا مركزين حاليا على مين؟ على المعادلات فقط، المعادلات فقط. رقم 13 بيقول لي وضح بالمعادلات، وضح بالمعادلات الكيميائيه كيفيه الحصول على اكسيد الحديد 3 من السيدرايت. What is the meaning of siderite؟ siderite يعني ايه؟ كربونات الايه؟ ها عارفينها؟ كربونات الحديد 2، يبقى دي اسمها السيدرايت؟ اه. نبدأ نشوف كده، دي السؤال رقم 13. 13 السيدرايت؟ اه السيدرايت، اه. نجيبها ازاي بقى السيدرايت؟ السؤال اهو. السيدرايت عندنا واضح جدا اهو في الكاميرا. وضح بالمعادلات كيفية الحصول على أكسيد الحديد 3 من السيدرايت. قلنا السيدرايت عبارة عن إيه؟ FeCO3 سهم وعليه حرارة. طيب كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة، أدي الحديد وأدي إيه؟ الكربونات. طب عايز تعمل إيه يا مستر؟ ذرة أكسجين من هنا، ما تبقى ثاني أكسيد كربون. هي دي كده خلاص المعادلة؟ أه أدي المعادلة أهي. بصوا كده المنظر، زائد إيه؟ ثاني أكسيد الكربون. طيب انا مش عاوز ده، انا عاوز اكسيد الحديد 3. ما معروف ان انا عندي اكسيد الحديد 2 لما بضيف له ذره اكسجين واحده، خلاص بقى ايه؟ اكسيد 3، خلاص. يعني ايه؟ اف اي او خلاص زائد، قلنا ذره واحده، اجيب الذره واحده يعني ايه؟ نص جزيء. خلي فيه ذكاء برضو، ها سهم وتسخين، هناخد من ديت 2، خلاص. معلش الذره دي هتخش هنا والاثنين ايه عندي هنا، خلاص. يبقى في الحاله ديت انا عندي Fe2O3. يا مستر جت ازاي؟ طب ما تبص كده معايا، Fe وهنا ايه؟ 2O، هنا 2 Fe. اتفضل يا استاذ، ادي 2 Fe اهي. طب 2 وواحده نتيجه نص جزيء، يبقى بقت ايه؟ 3. يبقى ده اكسيد الحديد ايه؟ 3، اكسيد الحديد 3. عرفت منين اللي هو اكسيد الحديد 3؟ نفكر نفسنا كده من السنوات اللي فاتت، اعكس التكافؤ، يبقى الثلاثه تبع الحديد والاثنين تبع مين؟ الاكسجين، خلاص. ولذلك لو جه قال لي اكتب اكسيد الحديد 3 لازم اكون عارف اجيبه ازاي. اكسيد الحديد 3 نفكر نفسنا كده بالايام اللي فاتت، ها حديد اف اي اكسجين او، الحديد 3 يعني تكافؤ الحديد ثلاثي، تكافؤ الاكسجين ثابت ما بتغيرش اهو. يبقى عندي هنا اكسيد الحديد ايه 3، طلعتها بطريقه سهله بتاع السنوات اللي فاتت من اولى اعدادي وطالع، خلاص. ولذلك لازم نراجع على الحلقات. شوف انا بقولها كل حلقه اهي يا مستر، ما خلاص ما احنا عرفنا. لا في ناس بتشوف بس حلقه واحده، نبص على حلقات المراجعه التاسيسيه اللي انا عاملها على اليوتيوب قناتي مصطفى رجب خبير ايه العلوم، ونشيرها ونعرف ايه زمان. يبقى عرفنا دلوقتي هنجيبها من الصدرات ازاي، خلاص. سخنا السيدرايت اللي هو كربونات الحديد، ها كربونات الحديد 2 طلع اكسيد حديد 2 وثاني اكسيد كربون. طيب اكسيد الحديد 2، ها لما ضفت له ذره واحده اكسجين ينفع امسك ذره واحده؟ لا، احنا قلنا في الكيمياء حتى قانون هيس بتاع اولى ثانوي كان بيشتغل في الاجزاء دي، ان شغل نظري بس، لان ما اقدرش فعلا اجيب ايه ذره اكسجين، ما بيجيش الا اثناء البرق والرعد زي ما احنا عارفين،
خلاص يبقى ديت السؤال رقم ايه 13. نيجي ل 18، وضح بالمعادلات الكيميائيه كيفيه الحصول على كلوريد الحديد 3، كلوريد الحديد 3 من كبريتات الحديد 2. خطوه خطوه يا استاذ. ماشي، كبريتات الحديد 2 لما نيجي نشتغل عليها FeSO4 2 يعني ايه وجها لوجه، لان الكبريتات ثنائيه، ما انا لازم افكر وانا بحل، معلش ما نكتبش كده وخلاص، ما كان زمان خلصت بوكلت كله في حلقه. لا، انا بدات بالكيمياء في المعادلات، قلنا عشان ثانويه عامه لها رونقها وجمالها في معادلات الكيمياء. خلاص، يبقى FeSO4 طب وبعدين هناخد منها 2. طيب نكسر كده بالراحه خالص، تكسير تكسير 2 حديد، 2 حديد ومجموعتين كبريتات. ليه الكلام ده كله يا مستر؟ نشوف ليه الكلام ده كله. خلاص، الاتنين حديد، الاتنين حديد، بص انا هعمل ايه كده، هاخد هنا ذرة اكسجين، ما تبقى تبعها SO3. ركزوا كده، ده اول غاز هيطلع. يا استاذ ممكن نطلعه ونخلص؟ يا ريت، اهو يبقى انا خلصت دي. طيب الحديد لسه محتاج 2 اكسجين من دي. اتفضل يا استاذ، امال احنا بنعمل ليه كده؟ اهو وخلاص الناتج بتاعه. طيب ما خدنا 2، تبقى ايه يا اولاد؟ SO2 غاز ثاني اكسيد الكبريت. معادله جميله بصراحه. خلاص، وبنشغلها وبنلعبها، ده اسمه لعب في الكيمياء. لعب في الكيمياء، العب معادلات زي معادلات رياض، ما اقعدش احفظ واستنى يا استاذ اما افتكر. لا، كبريتات الحديد، ها كبريتات الحديد 2 طول عمرها سهله جدا وجميله. اقولها تاني بسرعه، 2 حديد ومجموعتين كبريتات فرطتهم. ليه فرطتهم؟ لان هاخد من واحده ذره اكسجين. طب وبعدين يتبقى SO3، يطلعه غاز ثالث اكسيد الكبريت. هاخد من الثانيه 2، اللي هيطلع SO2. جميل، ها ما تبقى الاستاذ الكبير اللي هو بنسميه ايه FE2O3، اللي هو اكسيد الحديد ايه 3. طب هو مش عاوز اكسيد الحديد 3، ده عاوز كلوريد الحديد 3. اظن سهله الوقت، لما اضيف لها HCl سهله، ما فيهاش كلام خالص. يعني الناتج اللي طالع ده اهو FE2O3، اضيف له HCl، وركزوا كده HCl بالراحه خالص. الحديد ثلاثي، عرفت منين؟ تبادل التكافؤ. خلاص، التكافؤ ايه بتاع الحديد ايه ثلاثي. يبقى في الحاله دهيت خلاص هناخد 6 ايه HCl. هو المفروض لو حمض الكبريتيك كنت هحط 3، انتوا فاكرين قلت التلاتة ديت قصاد الايه المركبات الثنائيه بحط ايه 3 زيها، طب ده احادي، يبقى لازم احط الضعف. وهقول ليه برضو نحط الضعف. اولا ادي 6 اتش ودي 6 ايه سي ال، ها 2 حديد، 2 حديد و 3 ايه اكسجين. واضح جدا انا بعمل ايه اهو، بصوا يا اولاد كده، جميله جدا بالمناسبه جدا. يبقى الاوبك بتاعنا الهيدروجين 6 يطلب كم اكسجين؟ 3، يبقى يطلع لي 3 ميه. يا استاذ خلي الميه بعيد. لا يا حبيبي، طلع كله زي ما انت عايز، تحطها في الاول، تحطها في النص، تحطها في الاخر لو في 3 ايه نواتج. اللي باقي لي مين؟ خد 2 عامل مشترك واشتغل، 2 اف اي ها سي ال 3. هو ده كده خلاص، كده خلاص المعادله كده تمام، واخر حلاوه زي ما بيقولوا، معادله جميله بصراحه. يبقى ده السؤال رقم ايه 18 عندنا في الايه في البوكلت. خلاص نبدا رقم 20. 20 طبعا اكتب المعادله الداله على تفاعل فريدل كرافت. طبعا فريدل كرافت مش علينا، اللي عندنا اللي هي ايه تفاعل ايه باير. تفاعل باير عباره عن هيدره حفزيه للاسيلين، يبقى احفظ دي كده بيني وبين نفسي كده. يبقى رقم 20 تفاعل ايه باير عندنا في المقرر، لان احنا قلنا بدايه الحلقه ها ان حتى منتصف ايه مارس، يعني مش كل الايه الكيمياء العضويه، الكان الكين الكاين، الثلاثه بس اللي ورا بعض. يبقى تفاعل ايه باير حسب ايه ما الوزاره قالت، تفاعل باير بين قوسين عباره عن هيدره حفزيه لمين؟ للايسيلين. للايسيلين ليه اسم تاني يا جماعه؟ الايسين. يعني ايه ايسين او ايسيلين؟ يعني فيه رابطه ثنائيه، ركزوا معايا، رابطه ثنائيه مهمه جدا جدا جدا.
طب تفاعل باير ده بيقول لي ايه؟ الايثيلين احنا عارفينه اهو خلاص، وكلنا شاطرين ان شاء الله، وهنبقى زي الفل، وهنجيب الدرجات النهائيه باذن الله. ولذلك هفضل معاك، ولو لقيت مشاركات كويسه ولقيت شغل معانا كويس هنبدا، وهنبدا شغل جامد كمان باذن الله. لقيت مشاركات ضعيفه نشتغل مع بتوع اولى ثانوي ونشتغل في المراحل التانيه. فلازم ندعم القناه بتاعتنا علشان برضه نوصل لأعلى حاجة، والرفع يبقى سهل، والتوصيل يبقى سهل بسرعة إن شاء الله، والكل يستفيد خلاص، عشان برضو كلنا ناخد ثواب. ده الإيسيلين. عارفين إيسيلين فيه إيه؟ رابطة ثنائي. أقولها تاني، لسه قايلينها في البوكلت اللي قبليه واللي قبليه، يعني إيه حلينا اتنين بوكلت. نشوف ده بقى كده. الرابطة الثنائية واحدة باي اللي بتبقى ضعيفة، والتانية دي سيجما، هتفيدني في حاجة؟ أفهم بس وأنا بشتغل. قلنا هيقدر حفزية يعني اضيف ميه، نمشي خطوه خطوه. قلنا اما نكسر دلوقتي، ها الكترون هنا والكترون ايه هنا، طب وبعدين هنضيف ميه. عودتكم برضو في البوكلت اللي فات واللي قبليه، الميه ما بعملهاش اتش 2 او هنا. ليه؟ ما حدش لا عندي حاجه اتش او اتش صح خلاص، زائد ذره ايه اكسجين، وبعملها بين قوسين كده عشان ايه تبقى بعيده عن الميه. السهم بعمل عليه برمنجانات البوتاسيوم KMnO4، حاجات سهلة وجميلة يا جماعة. وسط قلوي، وسط ايه؟ قلوي. نركز بقى كده في الوسط القلوي، ايه اللي بيحصل؟ كسرنا الكترون هنا والكترون هنا خلاص، في او اتش هيجي هنا، او اتش بربطة، وO اتش التانية هتيجي بربطة. يعني ايه يا استاذ؟ هيطلع لي ايثيلين جلايكول. يعني ايه ايثيلين جلايكول؟ سمعنا عنه او اول مره نسمع، ما ذاكرناش قبل كده، او يعني ما وصلناش لسه الادويه، او يعني بنذاكرها وبننساها. بقول لكم على الالفاظ اللي بتتقال من الطلبه والطالبات خلاص. يبقى اللي طلع لي هنا اسمه ايثيلين ايه؟ جلايكول. ونحفظ هذا المركب، مهم يعني برضه ايثيلين جلايكول، لان دي ماده مبرده في ايه؟ في العربيات، جلايكول اللي هي في مادة يعني ايه بتمنع تجمد المية في السيارات في المناطق القطبية او اللي فيها ايه جليد خلاص، عشان المية اللي في العربية ما تتجمدش خلاص. يبقى ديت ايه رقم ايه 20. نيجي للسؤال 21 ورا بعض كده. السؤال 21، ما اثر حرارة على الميسان؟ ما أثر حرارة على الميسان؟ سؤال حلو وجميل. أثر الحرارة على الميسان رقم 21. الميسان طبعا اللي هو ألف، الميسان CH4 سهم وعليه 1000 درجة ماشي، نو اير يعني نظام معزول أو معزل عن الهواء، بيديني ذرة الكربون اللي هو الكربون المجزأ خلاص، أو أسود الكربون زائد إيه؟ H2 أو التو H2 خلاص. يبقى ده بالنسبة لمين؟ للميثان وأثر حرارة عليه، ما قاليش أي حاجة تانية خلاص، أعملها كده وخلاص، وإجابة إيه؟ نموذجية. في حاجة تانية فيها 1500 وتبريد، وتبريد بقى مش نو إير، تبريد بطلع لي الإيه؟ الإيسيلين، طلع لي الناتج الايه؟ الايثيلين وهيدروجين خلاص. يبقى ده الميثان. طيب تعالوا بقى رقم باء، ادي الف، رقم باء اللي هو الاوكتان، اوكت يعني 8، يبقى سي 8 اتش 18. ها نفكر نفسنا كده بحاجات معينه، انا عندي مثلا درجه الحراره و بي و سي اي تي يعني كاتالايز خلاص. يبقى الوقت هنا عندي في عوامل حفازة مع التسخين بتديني اقسم التمانية اتنين سي اربعة وبعد شوية وسي اربعة. طب وبعدين هنا التمنتاشر نقسمها ازاي؟ اتش عشرة واتش ايه تمنتاشر، اتش تمانية. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ فاكرين الميثان او الالكان والالكين والالكاين؟ طب فكرنا كده يا استاذ بسرعة، سي ان، ها سي ان اتش 2 ان زائد 2، ده مين يا استاذ؟ الكان. طب ما نشوف، نجيب التانية الاول،
CnH2n خلاص. بس ها دي ايه الفرق بين ده؟ ده الكين. طب ما نشوف الكلام ده هنا وهنا كده. هنا اربعة، ها اتنين في اربعة بتمانية واتنين عشر. يعني ايه هنا؟ يعني اربعة يعني بيوت، يبقى ده ايه؟ بيوتان تبع الالكان. طب هنا بيوت برضه؟ اه بيوتين، بيوتين. نفهم كيمياء عضوية جميلة لما بتتفهم. بيوت يعني ايه؟ اربعة. يبقى ده بالنسبة للجزء ده خلاص. طبعا اضافة مواد خلاص، نبدأ نشوف كده هل في معادلات لسه تاني. طبعا في الكيمياء العضوية هنا مش علينا، يعني دي من الحاجات الملغية. نطمن برضو كده في معادلات لسه؟ معادلات ما عادش في معادلات في هذا البوكلت خلاص. يبقى ده كان آخر حاجة النهاردة إن شاء الله في حلقة النهاردة، وحاجات كويسة ولذيذة ومركزة. يعني لو رجعنا كده بسرعة هنلاقي ايه؟ معادلات حلوة فعلا ما شاء الله، بس برضو عايزين ايه؟ نفهم كل حاجة. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا. وكلمة العلوم شاملة كيمياء وفيزياء واحياء، وما فيش داعي للكلام في هذا الموضوع دلوقتي. المهم فهمنا نشتغل ونشترك في القناة ونعرف زمايلنا، ونحاول نوسع مدى القناة شوية على أساس يعني يبقى فيه سهولة في التعامل. ما تنسوش الاشتراك معنا. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.